أهلا ومرحبا بكم من جديد. صباح الشروق، رحلة مستمرة برفقتكم جميعا، وتحايا الصحة والعافية لكل أولئك الذين هبوا باكرا في هذا اليوم متجهين لأعمالهم وهم يطلبون من الله سبحانه وتعالى الرزق الحلال. تحيات الصحة والعافية للمؤمنين بيقين أن الله رازق فوق كل شيء، والذين يؤمنون بضرورة السعي في هذه الحياة. ونحن في خواتيم عام جديد، يمكن نحن في شهر نوفمبر خواتيم عام نتمناها تحمل الكثير من الأمل لكل الأحباب الأصدقاء الذين ما زالوا ينتظرون تحقيق الأمنيات التي رصفوها منذ عام أو يزيد، الذين كتبوا في دفاترهم الخاصة وفي دفاتر الوطن بصورة عامة أن يكون هذا العام مرفأ لأمنياتهم، الذين ظنوا في الله سبحانه وتعالى ظنا جميلا بأنه سيكتب لهم الخير. نحن في خواتيم عام جديد لكل الناس اللي ما وفقوا في انه يحققوا احلام وامنياتهم، لسه ما زال قدامهم الفرصه لانه يحققوا كل الحاجات اللي كانوا بيحلموا بها من خلال العمل الجماعي، من خلال ما يريدون من امنيات، من خلال العمل المشترك، من خلال اليقين في ربنا سبحانه وتعالى. خواتيم عام شهر واحد، ونحن حنودي على عام 2022. الشهر ده 30 يوم بإمكاننا نعمل فيها الكثير من الأعمال اللي ممكن ترفع الإنسان، تنقله من مكان لمكان، وما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ونحن يقينا في ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا بأنه ننتقل بأنفسنا وبمصالحنا وبأسرنا وبمستقبلنا من مكان لمكان. فتحيات الصحة والعافية للمؤمنين بأن السعي هو ضرورة للأرزاق. نتابع فقرة أرزاق ومن ثم نعود من جديد. شكراً زملاء بالأستوديو، صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المشاهدين، كل المتابعين اللي بتابعون عبر هذه الفقرة من فقرة أرزاق. صباح الخير، صباح الخير الوفير والكثير لكل مشاهدينا في كل مكان. الليلة فقرتنا مميزة، فقرة بتهتم بالجوانب الفنية والجوانب الإبداعية. مرحب بكم عبر هذا الصباح من صباح الشروق. نتعرف عليك. خالص صلاح حسن البدوي، مرحبا بك وصباح الخير عليك، ودارين نتعرف على الحاجات الجميلة دي، وعرفنا بداية كده بالكلف وأنواعها وتفاصيلها. صباح النور، الله يسلمك. في أنواع كثيرة منها الكامات تشتغل في التياب، ومن الخيوط دي بتشتغل في شغل الشنط شغل يدوي، ومنها تاني شغل اكسسوارات، أصنافها كثيرة. طيب الشغل ده بيحتاج لانه الزول اللي يكون موجود فيه يكون عارف التصاميم، عارف الموديلات الجديده، عارف الحاجات. انت كيف بتقدر تقنع الزبون وتعرفه على الحاجات الموجوده عندك؟ والله من خلال الاشكال اللي بتنزل جديده في السوق احنا بنقنع الزبون انه ده شكل. كلمنا عن بداياتك 200. والله بدايتنا من 2015، بدينا بحاجات اساسيه من الخيط، ابره، وشويه شويه الشغل اتطور حسب تاني طلبات الزبون بنجيب الصنيف. بس شغالين اكتر حاجة في شغل الشنط، شغل كله انتاج يدوي. طيب بالنسبة للحاجات دي بتجيبوها من وين؟ يعني الكلف والحاجات الموجودة والسكسك والحاجات الجميلة دي بتجيكم عن طريق ناس معينين بتتعاملوا معاهم، ولا بتجيبوها من السوق؟ والله بنتعامل مع ناس معينين، بيجيبوا من القاهرة، بيجيبوا من الصين، السعودية، بنجيب من كم محل، يعني ما محل واحد. طيب شنو الحاجات الأكثر حاجة يعني متداولة وكل الناس متفقة عليها وبتيجي بتشيلها باستمرار؟ والله عندنا الشغل اليدوي لسه ما شاء الله أكثر شغل ماشي، شغل إنتاج يدوي، شغل شنط، شغل ملابس بتاعة أطفال، ملابس برد، شالات، طواقي، دي أكثر حاجة لسه ماشية عندنا. بالنسبة للأسعار، كل الأسعار الحاجات دي كلها أسعار موحدة ولا بتتفاوت على حسب الحاجات؟ يعني الشغل اليدوي بيختلف عن السكسك، بيختلف عن الخامات المعينة، بيختلف عن الخيوط وأنواع. والله في اختلاف، أي حاجة سعرها برا متفاوتة من التانية. في حاجات التياب ممكن تكون غالية، حاجات الشغل اليدوي أقل سعر،
كده حاجات الفساتين برضو أسعار عالية شوية بتتفاوت هاي، كل حاجة بتختلف سعرها من التاني. طيب بالنسبة لزبائنكم، الزبائن دائما يعني بيكونوا نساء ولا رجال ولا الاثنين معا؟ والله أغلبيتهم من النساء، الرجال حاجات بسيطة بشيلوا لوازم الخياطة بس، لكن أغلبية الحاجات دي بيشيلوها نسوان. أيوة.